أيامنا وأيامكم بهذه الذكرى العطرة ميلاد الإمام صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه وجعلنا وإياكم من أنصاره وأعوانه. إذا تعبانين ما راح أطول عليكم من الحين، صلواتكم مرة ماكو. خلونا نسمع صلوات قوية حتى نبدأ. هي بيني وبينكم نتقاسمها أنا وأنت، نأخذ الأجر والثواب إن شاء الله. أنت بصلواتك العالية بتفاعلك إن شاء الله، وأنا علي القراءة. أنا وأنت كلنا هديتنا لصاحب الزمان هالمشاركة إن شاء الله بأعلى الأصوات. هديتك لصاحب الزمان رفع صوتك بالصلاة على محمد وآل محمد. الأقمار اللي موجودين ورا، خلينا نشوفكم. تعالوا قدام الأئمة 12 آخرهم القائم والمنتظر. تفضلوا تعالوا قدام، خلي أشوفكم. تعالوا بارك الله فيكم. يلا خطوة إلى الأمام إن شاء الله، خطوة إلى الأمام. كلنا نفرح هالليلة، ممنوع واحد يظل مو فرحان الليلة لمولد الإمام سلام الله عليه. تقدم تعال، خلينا إن شاء الله نعيش هاللحظات الجميلة ونحن في ضيافته سلام الله عليه. إيه خلي أشوفك بارك الله فيكم إن شاء الله. لتعجيل الظهور إلى إمام تحمل غائبا طول البلاء على طه وعترته نصلي صلاة الواله إلى اللقاء تيقن أن بعد العسر يسرا، تيقن أن بعد العسر يسرا، فربك لا يضيع الآملين، وما أمسى علينا ذات يوم تعالى الله يجعله إلينا ويجعلنا مع الصلوات نشدو ويفرحنا بنصر المؤمنين صلوات. أن أقرأ وأنت رافع يدك. يا ربنا بالطلعة البهية للفرج الأعظم في البرية، اغفر به الذنوب والمعاصي واجعل به همومنا مكفيه، واقض به الحاجات فالأماني، إن به حاجاتنا وفي غد بالحوض. يا إلهي أترع إلينا شربة روية بكف حيدر من كأس طه، بكف حيدر من كأس طه، بشربة سائغة هنية. يلا سمعني. وندبى يا ربي أرسل الغايب، وندبى جرح في قلب أحباب، وندبى عهد أقع
أقرأ لك الجمعة، وشنو عهد أقرأ لك الجمعة وندبه. إذا تسكت ما إلك عذر، يا ربي عجل الطلعة البهية. قال وعد لوعد للأمل لو ما لردنه، وعد له وظل أحسب إلى يوم. وعد له يا من كل الأرض قسطه، وعد له يا ميزان العدالة العالمية، يا ميزان العدالة، هي ميزان العدالة العالمية، يا زيزان العدالة، هي ويا ميزان العدالة العالمية، يا ميزان العدالة، هي وصاحب العصر والزمان إلهي عجل فرجه، وصاحب العصر والزمان هي صاحب العصر والزمان إلهي عجل فرجه، وصاحب العصر والزمان هي اللي عصى موسى في جفينه، وخاتم سليمان على يمينه، وين الوعد يا المنتظر وينه؟ حنت إليك الدنيا يا مهدي، حنت إليك الدنيا يا يا اللي عصى موسى في جفينه، وخاتم سليمان على يمينه، وين الوعد يا المنتظر وينه؟ وين الوعد يا المنتظر وينه؟ حنت إليك الدنيا يا مهدي، وحنت إليك الدنيا يا الله، وصاحب العصر والزمان إلهي عجل فرجه، فرج وصاحب العصر والزمان إلهي عجل فرج، وصاحب العصر والزمان. يلا قسمين، صاحب العصر والزمان إلهي عجل فرج. على عزل فرقتين لكن الحين مولد الفرقتين. زين، صاحب العصر والزمان إلهي عجل فرج، اتفقنا؟ بنشوف منو أقوى. لا تفكر ياك واسطة الشيخ، أدري هو يدعي عليكم صوتكم هالجهة، الجهة ترى بعد خوش جهة. يلا يلا كل صاحب العصر والزمان، صاحب العصر والزمان، لا غلبوك غلبوك، رد اعتبار رد اعتبار. يلا وصاحب العصر والزمان، وصاحب العصر والزمان، يلا يلا يلا، صاحب العصر والزمان. لا شيخ الشيخ دفكم دفكم بدعوة قوية اليوم، دفكم عدل. يلا وصاحب العصر والزمان، هي اللي عصى موسى في جفينه، وخاتم سليمان على يمينه، وين الوعد يا المنتظر وينه؟ وين الوعد يا المنتظر وينه؟ حنت إليك الدنيا يا مهدي، حنت هي اللي الوصف يتحير بوصفه، وعيسى يصلي ويا البشر خلفه، يوقف ليومه كل نبي وقفه، ويصلي ويسلم على المهدي، ويصلي وي يا الله. وصاحب العصر والزمان، يلا ممتاز ممتاز، بس عندكم عناصر خاملة، عندكم عناصر خاملة، ما تقرأ وياكم الكل الكل الكل، نريد يقرأ اللي ورا هناك، خلنا نسمع صوتكم بعد. يلا الكل الكل أريده، وصاحب العصر والزمان، ما شاء الله
صاحب العصر والزمان. هي هي مالي للأيام من عدله، والباري في القرآن يشهد له، والنبي يوسف ماسك بحبله، والنبي يوسف ماسك بحبله. نجيت من البير يا مهدي، نجيت من ها يوسف الماخذ قطرة من حسنه، وقطعت يديها النسى منه. كلنا على وعدك تقطعنا، كلنا على وعدك تقطعنا. داوي نظرنا بنظرة يا المهدي، داوي نظرنا ها صاحب العصر والزمان. إلهي عد إلهي عجل فرجا. صراحة عيني عليكم باردة، عيني أهل سيهات مية على مية. صاحب العصر والزمان هي المهدي اللي العدل عنوانه، يا محلى بين البشر ميزانه. يا المهدي اللي العدل عنوانه، ويا محلى بين البشر ميزانه. ويم الظلم يتمادى طوفانه، انت سفينة نوح يا المهدي، انت سفينة. هي اللي صبر أيوب من صبره، ويلي درع داود في صدره، بنيران إبراهيم تنتظره، بنيران إبراهيم ننتظره. برد وسلام جينا يا المهدي، برد وسلام جينا يا يلا كلنا صاحب العصر والزمان. هو صاحب العصر والزمان، شيل يدك. هو صاحب العصر والزمان. إلهي عد هو صاحب العصر والزمان. أعلى أعلى وصاحب العصر والزمان. هو صاحب العصر والزمان. هو صاحب العصر والزمان. هو صاحب العصر والزمان. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، محمد. شيخنا أرجوك دعوة ثانية، خلي يرفع الصوت دعوة ثانية. بنشر بنشر مولد صاحب الزمان، بس هذا صوت قوي نريده كل الكل الكل. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، محمد. اللهم صل على العبد المؤيد والمرسول المسدد المحمود الأحمد، المسمى في السماء أحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. ولما أراد الله تعالى إيجاد النور الساطع والبدر اللامع، حجة الله على العالمين المنتظر القائم مهدي أمة محمد صلى الله عليه وآله، بعث الله تعالى ملكا من السماء فأخذ ماء من تحت العرش، وأمره أن يدفعها إلى الإمام الحسن العسكري، فتناولها وشربها، فحملت نرجس من تلك الشربة بصاحب العصر والزمان. يا مستمعين النظام صلوا آم محمد. ما شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. وكان يسمع الكلام في بطن أمه، ورأت نرجس في منامها أن رجلا يبشرها بحملها به، ويقول لها هنيئا لك يا نرجس بهذا المولود المبارك. ثم قال لها حملت بغلام حليم طهر طاهر مطهر، وهو أشبه الناس بالنبي محمد.
وكان يؤنسها في وحدتها، وكلما مر يوم عليها تجد خفة في بدنها واتساعا في جنبها. تقول مولاتنا حكيمة: كنت جالسة في تلك الليلة في دار الإمام العسكري عليه السلام، وعند الفجر وعند ساعة الولادة رأيت الأنوار تتساطع، وكانت سيدة نرجس تستعد لاستقبال وليدها، ونستعد إلى الله تعالى بطلب حوائجنا ببركة مولود هذا اليوم المبارك. أصحاب الحوائج سلوا حوائجكم، وإن شاء الله تبشروني بقضاء حوائجكم جميعا. يا الله بالمهدي، يا الله بالمهدي، يا الله بالمهدي. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. فبينما كانت مولاتنا السيدة نرجس لا تجد ألما ولا وجعا بل خفة واتساعا، إذا أشرقت الأنوار وهبت روائح الطيب، وإذا بها قد وضعت بالإمام أفضل صلوات ربي على ليلة مولدك يا المهدي نحييها، وامك فاطمة واجب نهنيها، وامك فاطمة واجب نهنيها باسم المنتظر صرخة نعليها، وها خوتها وها خوتها، هاي الغايب مو كافي الغيبة، يا الغايب مو كافي الغيبة، يا الغايب بيا الغايب مو كافي الغيب، يا الغايب مو بين الحرمين، الله يرزقنا وياكم ان شاء الله، بين الحرمين الناس منتظره، بل كبهيج ليله وتنزف البشره، زوارو اجينا ندخل الحضره، زوارو اجينا ندخل الحضره، ها خوتها ها يا يوم نشوفك ويانا، يا يوم نشوفك ويانا، يا يوم نشوفك، يا يوم نشوفك ويانا، يا يوم نشوفك ويانا، يا يوم نشوفك. الليلة من السماء نور الله يتجلى، وبنور القداسة عالمك يحلى، نعرف المهدي من يظهر ونندل، شلون نعرف المهدي من يظهر ونندل، شلون شلون اسمع، يقول من تظهر بس يظهر ينبض شرياني، بس يظهر ينبض شرياني، بس يظهر هني، بس يظهر ينبض شرياني، بس يظهر ينبض شرياني، بس يظهر غايب عنا لكن السبب بينا، تعقيبا على قصيدة الميرزة، غايب عنا لكن السبب بينا، كلنا ذنوب والناديك ملينا، بس قلبك كبير ويعطف علينا، ها من تظهر تمحي الذنوب، من تظهر تمحي الذنوب، من تظهر بمن تظهر تمحي الذنوب، من تظهر تمحي بمحمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد. خلاص أختم، لو أنت بتختم أنا أختم، كلنا نختم. إلهي بمحمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، شافي مرضانا، اقض حوائجنا، سهل أمورنا، يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير، اقبل منا اليسير واعفو عنا الكثير، بجاه محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك،
برحمتك يا أرحم الراحمين، وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين أفضل الصلاة والسلام.